السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس البيولوجي اميزونت. اليوم غادي نهضروا على الدوزيام بارتي. كما قلت لكم، اللي مازال ما شافش البروميير بارتي ديال لي زاسيد اميني يرجع يشوفها. هذه لا دوزيام بارتي في لي زاسيد اميني. كنا خليناها باننا غادي نهضروا على اليونيزاسيون ديال لو جروب اسيد باز ديال لي زاسيد اميني. اون جينيرال قدر يكون هذا هو لا باز اللي غادي يتبازاو عليها لي بروتيين من بعد، و خصكم تفهموها شويه سهله. حنا غادي نهضروا دابا على غادي نبداو نهضروا على ان اسيد اميني، ولكن من بعد غادي نبداو نديفلوبيوها ونهضروا على بلوزيوغ اسيد اميني. الوغ هنا هاد لو نوسيون نتوما عارفينهم، سي كوا ان اسيد، سي كوا اون باز. ان اسيد سي ان دونور دو بروتون، لا باز كتكون اكسبتور ديال لي بروتون. هذه هي لا بتيت رياكسيون كي سو باس. غادي نهضروا على سيكو ان اسيد فيبل، سيكو ان اسيد فور. المهم هادشي كله عارفينو. ديك كيما كنقولوا لها لا رياكسيون ديال ليكيليب ولا ما عرفتش كا. المهم هادشي راه عارفينو، سي با لا بين اننا نعاودوه. قريتوه في لاشيمي، قريتوه في هذا. الوغ هنا غادي نهضروا على شي حاجه اللي مهمه. نعرفوا شنو هو لو بي اش، سيكو ان بي اش، كيفاش نقدروا نحسبوه. هو كنقولوا في مالوك ديال اش بلس، ديال البروتون اش بلس. يعني سهله لاننا نعرفوا البي اش الا كان عندنا لا كونسونطراسيون اون بروتون، وسهل نعرفوا لا كونسونطراسيون اون بروتون الا كان عندنا لو بي اش دائما. الوغ بي اش عاود نحسبوه بدوطخ غولاسيون ديال البي كا ا. الا كانت عندنا البي كا ا، هو بي اش كال بي ا بلس لوك ديال الباز على لاسيد، لاكسبتور على الدونور. والبي كا ا دائما ال ميزور لا توندونس دان غروبمون داسيد ا ليبيري ان بروتون اش بلس، وهي ال كوريسبون على دومي ديسوسياسيون، لا دومي ديسوسياسيون دو لا فونكسيون اسيد. الوغ ندوي دابا على لا ديسوسياسيون ديال 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 هاد لا فونكسيون. الوغ عندنا اناسيداميني عنده دائما ان كاربون الفا مع اون فونكسيون امين مع اون فونكسيون كاربوكسيليك بلس لو راديكال. هذه هي لا فورم كاتيونيك. الوغ هاد لا فورم كاتيونيك عندها، باش كنعرفوها، عندها لامين ديالها اللي عنده سون بروبر بي كا ا. حنا نهضروا على فهاد الكا هادي اي لي بروبابلومون ايغال ا 9، كاين لو كاربون الفا وكاين لا فونكسيون كاربوكسيليك اللي لو بي كا ا ديالها اللي دو لوردر دو 2. الوغ هنا شنو غادي نحسبو؟ حنا غادي نحسبو لو بي اش ايزو الكتريك، يعني البي اش ملي كتكون عندنا اون دومي ديسوسياسيون، ملي كيكون عندنا لاسيد اميني ما هو سو فورم كاتيونيك ما هو سو فورم انيونيك، كيكون عنده اون شارج ما بين لي دو. فهمتو؟ يعني كيكون سو فورم نوتر، ماشي بوزيتيف او ماشي نيجاتيف، بلوز او موان نص بوزيتيف نيجاتيف. غادي نزيدو نفهموها مزيان. الوغ هنا كيقولك حسب ليا لو بي اش ايزو الكتريك ديال ان اسيد اميني كيلكونك. شنو انت خصك دير؟ انت خصك تكون عارف لو بي كا ا ديال كل فونكسيون عندك في لا في لاسيد اميني ديالك. عندك البيكا ا ديال لامين، بيكا ا ديال الفونكسيون كاربوكسيليك، والبيكا ا ديال لو راديكال. شنو خصك تعرف؟ خصك تعرف بلي ان اون في توجور اوغمونتي لو بي اش دو تيل فاسون ا شونجي لا فورم كاتيونيك بور لا فورم انيونيك. فهمتيو؟ ديما كان اوغمونتي لو بي اش، ماشي ديما اون جينيرال، ولكن في الحاله ديال اننا ندوزو من الكاتيونيك للانيونيك اون اوغمونت لو بي اش ديالنا. كون كنا غادي ندوزو من لا فورم انيونيك لا فورم كاتيونيك، العكس، غادي نديمينيو لو بي اش. انوتي البي اش الى ديمينيو، لا سي اون ديمينيو لو بي اش غادي ندوزو من الانيونيك للكاتيونيك، ولكن سي اون اوغمونت لو بي اش غادي ندوزو من الكاتيونيك للانيونيك. ولكن فهموا اننا كيفاش غادي نغيرو، كيفاش غادي يكونوا هاد لي فونكسيون اللي عندنا في لاسيد اميني، كومون ايل فون رياجير اون فونكسيون ديال لوغمونطاسيون ديال البي اش ديالنا. يعني عندنا ان اش 2 ولا ان اش 3 بلس،
وعندنا سي او او شموع في هذه الحاله ديالنا ديال اللغه ديال هاد لاسيد اميني. شكون اللي غادي تخسر الاولى؟ واش ان اش 3 بلس هي الاولى غادي يمشي لها، هي الاولى غادي يمشي لها لو بروتون وعدد ديسوسيا، ولا سي او اش هي اللي غادي يمشي لها لو بروتون وعدد ديسوسيا؟ شكون الاولى؟ شكون غادي نسبقو؟ الوغ لا نوسيون هنايا شنو هي؟ هي البي كا ا، لو بي كا ا ديال لامين مع لو بي كا ا ديال لو كاربوكسيل. لورسكو لو بي كا ا اي سوبيريور او بي اش، راه ايل ديسوسي، ايل بيرد سون سون اش سون بروتون. مي الا كان صغر راه ما تقدرش ديسوسي، ما تقدرش بيردي لو بروتون. والكا هي هنا لقى عندنا، عندنا سي او او اش موا لو بي كا ا ديالها اي لي دو، البي كا ديال ان اي لي دو ناف. الوغ الى بدينا بي اش ديال البي اش مثلا واحد، حتى واحد هنايا ما غادي يخسر، هاد لاسيد اميني ما غادي يخسر حتى حاجه. ولكن الا كان البي اش ايكال 3، الا طلعناه ل 3، سي او او اش الى فا بيردي سون بروتون، لان لو بي كا ديالها الي انفيريور على البي اش ديالنا، وفي هاد الحاله غادي تخسر، غتولي سي او او موا. فهاد لوكا هادي لاسيد اميني ديالنا غادي يولي نوتخ. علاش نوتخ؟ لان عنده عنده ان موا بلوس اون ان بلوس، وبالتالي الي سو فورم نوتخ، عنده شارج بوزيتيف وشارج نيجاتيف. الا زدنا اوغمونتينا لو بي اش لتسعود ولا 9.2 ولا 10، اوغمونتيوه ل10، الوغ لا فونكسيون اميل va perdre son بروتون اوسي، وغادي يولي ان اسيد اميني بلوس ان بروتون، وبالتالي هادي غادي نوصلو لا فورم انيونيك. صافي، هادي هي لي دي جينيرال. ملي كنكونو كندوزو من لا فورم كاتيونيك لا فورم انيونيك، اون اوغمونت لو بي اش، اي ا شاك فوا كون اوغمونت ان بي اش اش كيوقع؟ اون اوغمونت كان اوغمونتيوه دو فاسون انه يكون كبر من البي كا ا ديال سميتو ديال لا فونكسيون اللي عندنا. كيوقع على ان ديك لا فونكسيون ال بيرد سون بروتون، وبالتالي ال باس دون فورم ا اون اوتر. هنا اوغمونتينا البي اش من واحد حتى ل 10، قلنا شونجي لا فورم كاتيونيك اللي كانت عند لاسيد اميني لا فورم انيونيك. ولكن مازال ما حسبناش لو بي اش ايزوإلكتريك. اشنو هو هذا البي اش ايزوإلكتريك؟ هو لو بي اش ديال لاسيد اميني ملي كيكون سو فورم دو زويترون ولا سو فورم نوتر، ولا فورم زويترون هي لا فورم نوتر. وباش نحسبوه كتكون عندنا هاد العلاقة هادي. اطون نشوفو العلاقة، باش نوصل العلاقة مع العلاقة. هنا عطينا مثال، واخا نعطو نشوفو هنا العلاقة. الوغ لو بي اش ايزو الكتريك كيما كتشوفو هنايا، هو لو بي كا ان ان بلوس لو بي كا ا دو سور دو. نرجعو لا فورم ديالنا، هي هاد البي كا ان ان بلوس هاد البي كا ان دو سور دو. عندنا البي كا ان الاولى ها هي، البي كا ان ديال الثانية ها هي، سور دو 11 سور دو هي 5.5. لو بي اش ايزوليكتريك الوغ في هاد الحالة هو شي 5.5. الوغ ندوزو لهاد المثال اللي هو كونكري. عندنا ان اسيد اميني اللي هو هنايا شنو يمكن لاسباراجين، الاسيد اسبارتيك، الاسيد اسبارتيك. الو عندنا لو بي اش اسيد فيغ لو بي اش باز، وقلنا في هاد الحاله اون اوغمونت لو بي اش، لاننا غادي نفهم ان ندوزو من لا فورم اسيد لا فورم، غادي ندوزو من لا فورم كاتيونيك لا فورم انيونيك. عندنا 3 بي كا ا، علاش 3 بي كا ا؟ لان عندنا لا فونكسيون امين ولا فونكسيون كاربوكسيليك اللي هما هاد جوج، زائد لا فونكسيون ديال لو راديكال اللي هو كاربوكسيليك، بالتالي هو سيت ان اسيد لا فونكسيون كاربوكسيليك. الوغ شنو نديرو في هاد الحالة؟ هاد الحالة اون فا اوغمونتي نوتخ بي اش جوسكا كون اريف على فو على البي اش ايزو الك لو بي اش لا فورم نوتخ اللي هي لا فورم زويترون ديال لاسيد اميني. لوسكون ديباس 2.1 في هاد الحالة في هاد البلاصة هادي، لي لو بي اش هنا غادي يكون كيساوي 3 ولا 4، مي كون كيساوي 3، الوغ لو سي او او اش غادي يلفا بيغدر سون بروتون اي ديفونيغ كوم سا سي او او موا. اون فا اوغمونتي لو بي اش، هنا راه باقي ما وصلنا لا فورم ايزو الكترو ايزو الكترو زويترون. علاش؟ لان عندنا بلوس بلوس موا،
فهمتي؟ بلوس بلوس موا، هنا كان عندنا بلوس بلوس بلوس، هنا بلوس بلوس موا. On va augmenter le pH jusqu'à dépasser les 3,9 pour que la fonction carboxylique dial le radical perde aussi son proton. Elle va devenir plus, moins, moins. On va encore augmenter le pH jusqu'à dépasser le pKa, le pKa de la fonction amine. Et on a notre acide aspartique qui est devenu basique. Ou là, anionique. Alors, fait la chaleur, il y a le pH isoélectrique. Ou est-ce que nous avons ça ou nous avons ça? Fait la chaleur, nous avons ça, parce que le pH, le pKa ديال هذا par rapport au pKa ديال هذا راه كبيره. بالتالي غادي ناخذ حنا هاد لا فورم هادي، والبيكا ا ديال البيكا البي اتش اي ديالنا غادي يكون هو 3.9 بلس 9.8 سور 2. وبالتالي غادي نحسبوا لو بي اتش ايزوليكتريك ديالنا. حنا دابا هضرنا على سو فورم، على لا فورم وحده ديال ان سول اسيد. هنا ما خداوش، هنا خداو هادي بلس هادي. المهم هنا عادي، هنا هضرنا على البي اتش ايزوالكتريك. جو بونس هنا خداو هادي، خداو هاد لاسيد اسبارتيك، يعني خداو هاد البي كا ادي مع البي كا ادي، بي كا ديال الكربوكسيل مع بي كا ديال الراديكال. هادي زائد هادي على زوج عطاتهم بي اتش ايزوالكتريك. الوغ هنا هضرنا على ان سول اسيد اميني. بعض المرات هادو كنكون كنهضرو على ان بيبتيد اللي هو 2 3 ولا 4 اسيد اميني اللي كيكونوا بجوجهم لي بثلاثة ولا بربعة بهم لي، وكيقول لك حسب لنا لو بي اتش ايزوليكتريك ديال هاد لو بيبتيد هذا. نتوما شنو خصكم ديروا دابا؟ خصكم تمشيو تدربوا على كل اسيد اميني بوحدو. كل اسيد اميني عندكم بي كا ا ديال البي كا ا ديال لي كومبوزون ديالو، وغادي تحاولوا ديروا هاد ديروا هاد العمليه، ديروا هاد الاسيد الاميني الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. عندكم فوتخ بولي كوبي، عندكم كاع المعلومات اللي خاصكم، عندكم لا فورم لا فونكسيون ولا فورم ولي فونكسيون ولا بي كا ا ولا بي اتش ولا بي اتش، وعاد تحاولوا تخدموا بلوزيور اكزومبل باش تدربوا على هذا الحساب ديال بي اتش اي. لان من بعد غير يعطيوكم ان بيبتيد غادي يكون عندكم ساهل بكل بساطه لانكم تخرجوا لو بي اتش ايزو الكتريك ديالو. هنا عندنا ان كورف دو تيتراج، ان كورف دو تيتراج اللي كيعطينا فكره على اش كيوقع في الحاله هذه ديال سميتو ديال في هذه الحاله ديال البي اتش ايزوالكتريك، وشنو هو وعلاش. الوغ دائما ان اسيد امين اللي كيكون سو فورم كاتيونيك ديالو كيكون شارجي بوزيتيف كامل. الوغ حنا الريغ جينيرال هي اننا نردوه شارجي نيجاتيف ونعرفوا لو بي اتش اي ديالو. باش نعرفوا البي اتش اي ديالو كيما قلت قبل نردوه نيجاتيف. الوغ شنو كنديروا؟ اون اوغمونت toujours le pH. Il a quand même un acide aminé qui est souvent cationique ou qui est négatif. Il a besoin d'en savoir le pH isoélectrique. Alors, on diminue le pH. Il y a une manière de faire la direction, il y a une manière de faire la direction. Elle est soit on augmente, soit on diminue le pH. Il a quand même augmenté le pH, qu'attirer la charge de l'acide aminé ou de la fonction qui est dans l'acide aminé lorsque on dépasse le pKa de la forme. مثلا سي اون ديباس البي كا ا ديال الكربون الفا 2.33 راه غادي الكربون الفا الكربون لو فونكسيون كاربوكسيليك عفوا فا بيردر سون بروتون. سي اون ديباس لو بي ا لو بي كا ا ديال لو فورم اني لا فورم ديال لا فونكسيون امين راه اوتوماتيكمون لامين غادي بيردي سون بروتون. فهاد الحاله شنو كتكون؟ ال pH ايزوإلكتريك شنو هو؟ هو ال pKa 1 زائد ال pKa 2 سور 2. 9.7 زائد 2.3 راه هي 12، 12 سور 2 هي 6. ال pH ايزوإلكتريك سي 10. ودائما كناخذو ال pKa الاولى مع ال pKa الثانية، الوسط كيكون هو لا فورم نوتخ، لا فورم زويتخون ديال لاسيد اميني. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضية هادي. هادي الفونكسيون ديال لا شارج، هي لا شارج اون فونكسيون ديال لو بي اتش. كيما قلت نفس القضيه، سي او اتش اللي بغينا ندوزو سي او مو خصنا اوغمونتيو البي اتش. ان اتش بلس الا بغيناها ندوزوها الان اتش، الان اتش مو خصنا اوغمونتيو لو بي اتش. و لو كونترير كيما قلت، لان ا بي اتش اسيد كيكونوا كتكون لا فونكسيون امين الي ترو شارجي، يعني 100% لينيرجي ديالها. و بارابور ال سي او اتش كتكون افابل انرجي، وبالتالي بي كا ا ديالها كيكون صغير.
Les fonctions ionisables des acides aminés sont autant plus protonées que le milieu et plus riches en ions protons, en ions H+. Le pH est plus faible. Alors, كان ظن هذا هو اخر ديابوزيتيف. الوغ هذه هي اللي بغيتكم تفهموا بزاف، وهذا هو لو كلي ديال لاسيد ديال هاد لابارتي ديال لي زاسيد اميني. حفظوا لي زاسيد اميني، حفظوا لوغ ستركتور، لان لا ستركتور ديالهم كتحتاج في هاد لو بي اتش ايزو الكتريك. يعني تصدعوا راسكم مع لا ستركتور ديال لي زاسيد اميني وكذا غير باش نحسبوا لو بي اتش ايزو الكتريك. حنا دابا نتعلموا نحسبوا لو بي اتش ايزو الكتريك في ان سول اسيد اميني. اون فوا نعرفوا نحسبوه في ان سول اسيد اميني، اذا كان عندنا ثلاثه ديال لي زاسيد اميني سي لا ميم شوز، يعني ما عادش يتغير شي حاجه وما عادش تكون شي حاجه لي اكسترا تيريس، تكون شي حاجه سهله. فهمتوا؟ يعني حاولوا تدربوا مزيان على انكم تحسبوهم في ان سول اسيد اميني، زيدوا دو زاسيد اميني لصقوهم وحسبوا لو بي اتش اي ايزو الكتريك ديالهم. تدربوا، كل ما دربتو مزيان كل ما كضبطوا لي زاسيد اميني مزيان، كل ما كتعرفوا شنو كاين. غير كتحسبوا لي زاسيد اميني، كتحسبوا لهم البي اتش ايزو الكتريك ديالهم، راك ما كتعلموش غير البي اتش ايزو الكتريك، مي كتعلموا انكم تكتبوا لاسيد اميني سو لا فورم ستركتورال ديالو، تعرفوا تكتبوه اون فورم ديال لا ستركتور ديالو، كي داير، شحال عنده فونكسيون، شحال عنده الغاديكال ديالو، الطول ديالو، لا فورم ديالو، كذا كذا كذا. الوغ نتمنى ان الفيديو يكون فادكم، تكونوا عرفتوا شنو كاين اون جينيرال. كان شي خطا ولا هكا ما تنساوش انكم تكومونتيو به. كنتو عاد اول مره كتشوفوا هذا الفيديو، رجعوا شوفوا لا بروميير فيديو اللي هضرت على لي زاسيد اميني كوم انتروداكسيون، هضرت عليهم اون جينيرال. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ان جيم ان بارطاج، ماشي ليا ولكن لدوطخ بيرسون اللي كيتبعوا معنا الحلقات وكيتبعوا معنا لا بيولوجي اميزونت. ميرسي افو اي بون شونس بون كوراج. نتلاقاو في الحصه الثانيه ملي غادي نهضروا على لي بيبتيد. اوفا. When it didn't.